هو كام كام ولا مين اللي محقق تقدم على مين؟ مقاومة ولا متقدمة ولا الصهاينة؟ ركز قوي معايا في الفيديو ده، بس الأول لازم تبقى عارف البهايم أو الصهاينة يعني بيفكروا إزاي. هما دلوقتي بيتعاملوا إن غزة دي حتة تورتاية وبيقسم فيها زي ما هو عايز، ولا كأنها عزبة أبوه. نفس القصة اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات لو تفتكر، لما قال لك نودي فلسطينيين دول لأكتوبر أو العاشر من رمضان، ودلوقتي بقى بالمناسبة يعني بيقول لك كمان نودي حبة لإسكندرية. طب ليه يا صهيوني معلش مش هتوديهم مثلا أبراج العالمين ولا السخنة، ولا أنت بتخاف من المرتفعات ولا إيه؟ بس بصراحه احنا ظلمناهم الناس ديت او الاشياء دول يعني. طلعوا قالوا بقى ايه، انتوا فهمتونا غلط يا جماعه، لا ده احنا كنا بنقول ان مثلا لو فلسطينيين كلهم عددهم 2 مليون فمصر مش هتاخدهم كلهم، لا ده احنا هنوزعهم باسمة العدل بالتساوي يعني ما بين الدول وبعضها، زي ما احنا فهمنا يعني الواحد برضو متسرع. طب هو دلوقتي يا عم عبد الفتاح العدل والتساوي ده يعني كل دوله هتاخد كام؟ بص هم قال لك ان عدل ربنا من وجهه نظرهم ان مثلا لو هم عددهم 2 مليون مصر هتاخد 1,700,000، هم قالوا كده، وال300 اللي مبقيين دول شويه بقى نوديهم اوكرانيا يحاربوا هناك، وشويه على اسكتلندا، وشويه حبه دول افريقيه متفرقه، وكله بما يرضي الله. الواحد بجد مش عارف الكائنات دي لما بتتعور بتنزل ايه، قرف مثلا مش دم اكيد يعني، بجد الواحد ما شافش جليطه وتهزيق في الدنيا زي اللي بيشوفه دلوقتي. طب نرجع بقى تاني لغزه. دلوقتي الصهاينه بداوا بالفعل في تقسيم غزه، بمعنى بص الاول علشان تكون عارف غزه دي عباره عن ايه، هي على شكل ستريب او مستطيل، حلو كده. طيب الضلع الصغير اللي هو من جنب اللي هو عمودي على البحر المتوسط ده اقصر طول فيه 5 كيلو واطول حاجه بيوصل ل 15 كيلو، اما الضلع الطويل اللي هو بيكون موازي للبحر المتوسط فدوت طوله قد ايه؟ 50 كيلو. الصهاينه بقى بيفكروا او بيقسموا ازاي وليه عم عبد الفتاح غزه دي؟ بص يا سيدي علشان يوقفوا الدعم او يشلوا الحركه ما بين المقاومه وبعضها، هم بيقولوا كده. وقال ايه بقى؟ ان بعد ما يخلصوا ده كله هيعملوا ممرات امنه علشان يعدوا منها العناصر بتاعت ح م ا س علشان تمر، بس مش تمر تطلع بره الحته دي بس، لا تطلع بره فلسطين خالص، تروح بقى على قطر ولا الجزائر، بس بعد ما يسلمونا كل الرهائن، هم بيقولوا كده. طب بالعقل بقى كده يا عم الاهبل، هي عناصر ح م ا س دول واقفين مثلا على الناصيه بيظبطوا البنزين تشيل اوت غزه مثلا ويخلصوا يطلعوا يلعبوا مثلا بلاي ستيشن بعديها؟ ما اكيد يا اهبل الناس دي مش موجوده فوق الارض اصلا وعايشين تحت الانفاق، اللي انا وانت عارفين كده كويس جدا، بس انت بتستعبط علشان خايف من المواجهه الداخليه وخايف تاكل شويه اقلام من الشمال والجنوب، فعايز تعمل ايه بقى؟ عايز تعمل اباده جماعيه وكمان تقذف مقذوفات اللي هي مطاطيه اللي هي بتنزل لحد ايه بقى؟ لحد 20 متر تحت الارض. بس اللي انت بقى ما تعرفوش او عارفه وعامل عبيط ان جماعه ح م ا س دول انفاقهم بتوصل لقد ايه بقى؟ 70 متر تحت الارض. سيناريو اهبل والاهداف منه بصراحه باينه قوي، بيتعامل البجح مع غزه كانها ارضه ولا كانها حتى تورتويه بيقسمها، وبصراحه هم معاهم حق لان احنا كعرب لسه ما اتحدناش كايد واحده، وده هنجيله اخر الفيديو. وكمان الصهاينه معاهم ماما امريكا وكل تحالف الشر وكل الناتو والناس التانيين، فمن الاخر كده هو مش فارق لهم اي حد. الناس دي يا جماعه لازم نبقى احنا عارفين ان هم قصفوا ما يقرب من نص قنبله نوويه زي بتاعت هيروشيما، ده من خلال الفتره بتاعت العمليه دي بس، بلاش اللي فاتت دي. انت عارف ان الصهاينه بتصرف ربع مليار دولار في اليوم، يعني تقريبا 7.5 مليار دولار في الشهر الواحد، انت سامع معايا؟ يعني تقريبا 90 مليار دولار في السنه، يعني ما يعادل 56% من اجمالي صادرات الصهاينه، او 10 مرات دخل قناه السويس. سبحان الله بجد، كان في ازمه اقتصاديه في العالم كلها وامريكا بتنهار، بس اول ما الصهاينه اتقمصوا فلوس طلعت جري، واطبع يا ابني الفلوس ولا يهمك، اقتصاد بقى ايه اللي يولع ولا تضخم ولا اي حاجه. 90 مليار دولار يا جاحد، اصل هتستنى ايه بجد من عالم في مجلس الامم المتحده في الجلسه بتاعت وقف اطلاق النار حصل تصويت ب 120 صوت لنعم، ان هو نعم يعني مع التصويت بالوقف، مقابل قد ايه بقى؟ 14 بس قالوا لا. المفروض بقى الفوت رايح لمين كده؟ اكيد لل 120، لا راح لل 14، راحت دوله الاحتلال قال لك علني كده قدام مرأة ومسمع العالم كله يا جماعه ان ده قرار دنيء، دنيء دي شتيمه على فكره، وصعدت عمليه الاجتياح ولا همها اي حاجه. وطالما جبنا سيره التصويت بقى، بمناسبه التصويت يعني في دولتين عربيتين امتنعوا عن التصويت، وانا ليا بصراحه عتاب كبير جدا عليهم، وهم رقم واحد تونس والعراق رقم اتنين. طب ليه ده يا عم عبد الفتاح؟ بص تونس قالت ان هي اصلا احنا مش هنساوي ما بين فلسطين والصهاينه، بس مع كامل الاحترام يا جماعه وحب كمان لشعب التونسي والدوله التونسيه، العالم ما بياخدش بالمواقف، العالم بياخد بالارقام كعدد. اما بقى العراق فالعراق خايفه من امريكا او مش عايزه نوش ووجع دماغ، والله يعني زي ما بقول لك كده، مع احترامي طبعا للشعب العراقي برضه. طب بلاش اللي فات ده يا جماعه، طب اسمع اللي جاي، هتستنى ايه من عالم لما يتم تخصيص ليهم 15 مليار دولار لانظمه دفاع جوي للصهاينه بس؟ الكلام ده من وزاره الدفاع الامريكيه يا جماعه. هتقول لي ما تكبرش الموضوع بقى يا عم عبد الفتاح، اكيد ده رقم عادي بالنسبه لهم. هقول لك جاهز تتصدم بقى اللي جاي دي؟ اسمع الاجمالي ده، اجمالي ما تم صرفه اخر 7 سنين الصهاينه يعني 6.5 مليار دولار على الجيش الصهيوني كله، مش دفاع جوي بس، ها 7 سنين بقول لك.
فهم هيصرفوا لهم بقى اللي كان المفروض يتصرف في 14 سنه في شهر واحد. طب اخر حاجه عشان ما اطولش عليك في ده، عارف ان قوات المارينز الامريكيه وصلت امبارح بحريا للمشاركه مع الصهاينه المارينز، مش بقول لك بقى يعني خمس عساكر، فتحس كده ان الكيان الصهيوني ده عامل زي كان فرانشايز لامريكا بس في الشرق الاوسط، او كانها سفاره الامريكيه هنا، علشان يجي حد في الاخر يقول لك اصل العالم اللي احنا فيه ده عادل. لا انا اسف، يعني عادل ده ممكن يبقى واحد صاحبك بقى، واحد قريبك، بس مش العالم خالص. وما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه، بس القوة الحكيمة والرشيدة. طب نرجع بقى تاني لغزة وتقسيمها، هم قسموا ازاي بقى؟ بص، في طريق، الطريق ده موازي للضلع الكبير اللي هو 50 كيلو زي ما احنا قلنا، اللي هو موازي للبحر المتوسط، جايب بقى من اول القطاع من ناحية البهايم الصهاينة يعني لحد رفح. الشارع ده اسمه ايه؟ اسمه صلاح الدين. اعتبره مثلا بنفس اهمية الدائري اللي هو عندنا في مصر. فهم جم عملوا ايه بقى؟ عملوا اجتياح لشارع صلاح الدين، ونزلوا دباباتهم ومعداتهم وفصلوا فعلا، يعني هم بقوا موجودين في الشارع ده لحد عارف يتحرك يروح ولا يمين ولا شمال. الشارع ده يا جماعه يعني فصل الشمال من عند البحر عن الجنوب، وعملوا او هيعملوا يعني منطقه عازله بعمق 5 كيلو من ناحيه الجنوب كده، اللي هي عكس البحر من تحت. يقفوا هنا طيب؟ لا طبعا، لان دول ناس يا جماعه زي ما اتفقنا عندهم يقي في عروق، ما عندهمش دم، الناس دي بجد ما عندهمش اي احساس باي حاجه خالص. فقال لك ده احنا كمان هنقسم القطاع بتاع غزه ده لثلاث مناطق، اعتبرهم منطقة واحد واثنين وثلاثة للتبسيط. واحد دي تخيل معايا كده ان هي اخدت اول مستطيل من ناحية البهايم او الكيان المحتل يعني. ادي مثلا البحر من فوق اهو، وطبعا المستطيل ده عايز اقول لك ان هو قاسمينه من خلال شارع صلاح الدين للشمال والجنوب، فبالتالي هم كل مستطيل من الثلاثة قاسمينهم يعتبر للشمال والجنوب وعازلينهم عن بعض. ورقم اثنين او مستطيل رقم اثنين ده اللي هو المستطيل اللي بعديه، ورقم ثلاثة ده اللي هو عند رفح، برضه مقسوم شمال وجنوب، وده اللي عليه العين. مش فاهم يعني ايه عليه العين بقى يا عم عبد الفتاح؟ ركز معايا قوي. بص يا سيدي، الصهاينه عايزين بالبلد كده كانهم بيرحلوا الفلسطينيين او بيحبسوهم كده في مربع رقم 3 اللي من ناحيه رفح بس شمال كمان، اللي هو قدام معبر ايه بقى؟ برافو عليك، رفح. فطبعا اتخيل معايا كده المنظر هيكون عامل ازاي، 2.3 مليون بني ادم واقفين، وساعتها الطبيعي جدا اخواتنا في فلسطين او اي انسان حتى لو انا واحد منهم هتضطر او هتعمل ايه ساعتها؟ ايه طوق النجاه بالنسبه لك؟ بالظبط كده، معبر رفح اللي هم عارفين ان ده بالنسبه لنا او بالنسبه لمصر خط احمر لعدم تصفيه القضيه الفلسطينيه وتحقيق كمان الحلم الصهيوني اللي هم فاكرينه على فكره امر عقائدي بالنسبه لهم او ديني. لا ثانيه واحده بقى كده يا عم فتح، انت قلت ايه؟ خط احمر؟ ايوه بالظبط كده. حصل مكالمه تليفونيه ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبايدن، ملخص المكالمه ان الرئيس السيسي قال لهم في خط احمر وهو محور فيلادلفيا او يقال عليه يعني برضو محور صلاح الدين، وده تشابه اسامي بالمناسبه، مش محور صلاح الدين احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي عشان ما تتلخبطش. اللي احنا بقول عليه دلوقتي ده قرب رفح بطول تقريبيا 14 كيلو. واللي قلقني انا بقى كعبد الفتاح كميه التفاهم والسلاسه بتاعت بايدن في المكالمه دي، وتصريحات ان هو متفق مع مصر تقريبا في كل حاجه احنا قلناها، شبه كده قال حاضر ونعم وطيب، وده بالنسبه لي امر يقلق جدا. هتقول لي ليه يا عم عبد الفتاح التشاؤم ده؟ هقول لك مش تشاؤم، بس بجد الناس دي ما لهمش لا عهد ولا امان. طب البهايم او الصهاينه يعني عملوا ايه بقى علشان يدفعوا الناس لمربع رقم 3 دوت يا عم عبد الفتاح اللي عند رفح؟ بص مبدئيا كده، بص الخبثه، قال لك هنقبل بدخول او هنقدم احنا كمان مساعدات طبيه وانسانيه وكهرباء وانترنت واكل وشرب ودي في دي في مربع ده بس اللي هو رقم 3 شمال. بجد سادة اللي قال عليهم صهاينه والله، اذا كان رئيس الوزراء بتاعهم اسمه فعلا نتن فاكيد هيفكروا بنفس الطريقه ديت. المهم كمان خلوا خطه الهجوم بتاعتهم من الشمال من ناحيه مربع واحد كده للجنوب من ناحيه مربع 3، كانهم بيكنسوا المنطقه او بيزنقوهم لتحت. وفي هنا حاجه بصراحه مقلقه جدا بالنسبه لي، ان امبارح في قوات منهم وصلت لمنطقه خان يونس. تقول لي ايوه ايه المقلق في كده يا عم عبد الفتاح؟ اقول لك ان خان يونس دي اسمع بقى بتبعد عن حدود المصريه بس او رفح يعني 7 كيلو، ودي مشكله امن قومي كبيره جدا. وبالرغم من كل الخسه ديت اسمع اللي جايه دي، نزلوا بيان وقالوا للناس لو سمحت عشان احنا ناس طيبين وبنحبكم انزلوا لتحت يا جماعه علشان هيحصل اجتياح، كان واحد بيقول لك تعالى كده لو سمحت شويه عشان اديك على قفاك، يعني حاجه بجد بمنتهى قله الادب. فطبعا في مواطنين نزلوا للجنوب فعلا، فراحوا عملوا غارات جويه ومدفعيه على الجنوب وشبه اتعمل يا جماعه اباده جماعيه. انت متخيل كميه الخسه اللي في الموضوع؟ وده مش غريب على فكره على خنازير بتضرب مستشفيات وجوامع وكنايس وابرياء، بس هم معاهم حق على فكره، لان بعد ما بيحصل حاجه زي كده وكل ده ايه اللي هيحصل يعني؟ تصريحات وشجب، شكرا. التاريخ فعلا لن يرحم احد. المهم اللي حصل من كام يوم ان طلعت اخبار بتقول ان حركه حاميم الف سين سيطرت على الوضع
وانتصروا على الجيش وكلام كتير جدا، وان الصهاينة احنا بوظناهم. بس خليني اقول لك ان للاسف الوضع ما كانش كده، كان في خسائر بس من الطرفين. بس اللي حصل، اسمع بقى كده، ان الجيش الصهيوني اجتاحوا من 2 ل 3 كيلو تقريبا من قطاع غزه بريا، وبداوا كمان يمهدوا الطرق لباقي قوه الاحتلال علشان يجوا وراهم، سواء بقى برا بحرا وغيره. وخلي بالك ان دي خطوه اولى بس، وده اللي اعلنه الكيان الصهيوني. ايه، لحظه واحده كده بقى، الكيان ايه يا عبد الفتاح؟ الصهيوني. ايوه، تقصد ايه بقى يا عبد الفتاح بقى بالصهيوني ده؟ اقصد ان هم فعلا صهاينه. اللي هقوله دلوقتي ده عايزك تركز فيه جدا، وعموما دي وجهه نظر، يعني وارد تبقى صح وارد تبقى غلط. الناس دي اتعلموا من السادات ربنا يرحمه ان الحهر بيه خدعه، من كتر الله يرحمه ما كان بيعمل خدعه استراتيجيه وبينقطهم على قفاهم كل قفا وقفا. فالناس دي اتعلموا بقى يعملوا ايه، ركز معايا. قال ايه بقى؟ ان نتنياه الف ايه واو كان قاعد بيسمع اغاني حزينه ومجروح، فنزل تويت وقال ايه بقى؟ قال بصراحه العيب ما كانش عندنا في يوم 7، لا ده العيب عند جهاز المخابرات بتاعنا. هوب، راح مين بقى طلع؟ وزير الدفاع راح منزل بقى ستوري حزينه على الانستجرام، وكتب الاهتمام ما بيتلبش ومقصوده هاشتاج يعني. ولما بقى ما قدرش يمسك نفسه خالص ومشاعره بقت جياشه، راح مكلم النتن وقال له يا نتن تعالى قابل بابا لو سمحت، وهات معاك انا اسف يعني حاجه تاخد فيها الهدايا بتاعتك ودباديبك وهنفركش خلاص. راح قام النتن بقى راح مدبدب رجليه في الارض وقال له خلاص خلاص انا همسحها، ونزل اعتذار وقال له معلش انا بس كنت مشدود شويه يعني في الشغل كده، ما كنتش نام كويس، وطبعا بثق في الاجهزه كلها. عارف انت اللي هو نفس الجمله اللي باسم يوسف قالها برده من كام يوم يعني. لا، وخد دي كمان بقى، مؤخرا شفنا وهتلاقوا وهنشوف لسه اكونتس كتير جدا على مواقع السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي باسامي عربيه منزلين ايه بقى، ان ح م الف س والمقاومه دغدغت الصهاينه وخسائر بالمليارات ومحدش دخل ولا سنتيمتر واحد جوه القطاع واحنا ما اعرفش ايه. وهوب كلنا شفنا دبابات مغربله صلاح الدين، واكيد كلنا كمان شفنا الدبابه للاسف الحادثه البشعه اللي هي ضربت عربيه ملاكي على بعد تقريبا 10 متر. عادي جدا، عادي عادي، ده فلسطيني، مش مهم مش مهم يعني، حاجه بجد قمه العبث. وشفنا كمان قوات وصلت لخان يونس. فنقصده بقى ان الصهاينه دول بيلعبوا دلوقتي على حهره به نفسيه وخبيثه، فاللي هو يعني بياخدك في حته بعيده خالص. اكيد نفسنا كلنا ان ربنا يخسف بيهم الارض طبعا، بس اللي اقصده ان لازم نرفع واقع حقيقي، فلازم تكون عارف ان للاسف دي اول مرحله من الاجتياح البري، وده كله بالنسبه للجانب البري. طب تعالى بقى على الجانب البحري، ايه اللي حصل بقى يا عم عبد الفتاح؟ عملوا انزال بحري من ناحيه الجنوب بالقرب من رفح، وحصل مقاومه قويه جدا واشتباكات ما بينه وما بين ح م ا س في البحر، وبصراحه خدوا على عينيهم جامد جدا في الموقعه ديت. وعلى فكره كانوا هيتاسروا او هيتصفوا يعني، لولا الطيران الصهيوني جه راح دك المكان كله بالصهاينه وغير الصهاينه بقى، واللي اتبقوا لفوا وجريوا. بس للاسف في الوقت ده كان في قوات ثانيه دخلت من ناحيه الشمال والغرب، فتقريبا كده الاقتحام البحري ده كان تمويه او حاجه يعني كده، بيقول لهم بص العصفوره. اي نعم، زي ما اردوغان قال ان لو الغرب وقف دعم عن الصهاينه تقريبا 3 ايام بس، فمش هيبقى في حاجه اسمها كيان صهيوني اساسا. وانا عندي قناعه تامه ان هم حبه عيال عبط بس معاهم امكانيات. يعني مثلا كان في حامل الجنود فيها 14 جندي، واحد بس طلع عليهم صاروخ كورنيت قال لهم بخ كلهم وقعوا. طب اقول لك على خبر بس من غير ضحك، مره 2 صهاينه ماشيين بدبابه الاحدث تقريبا في العالم لوحديهم كده، خد مطب الدبابه اتقلبت، واحد مات والتاني اتصاب. فانت متخيل العيال دي عاملين ازاي؟ يعني فكره خط بارليف بقى من زمن الزمن، يعني الناس دي كلها بتلعب على الحته النفسيه، ان هو احنا اصلا جينا بخرطوم ميه عملنا كده وقعناه. هم دايما بيبيعوا الوهم للعالم. اللي اقصده ان من جبنهم اصلا الجيش الصهيوني مش مصرح باهداف محدده للعمليات اللي هو بيعملها دي، مخليين الدنيا عايمه، اللي هو انت مش هتعرف تمسك عليها حاجه، اللي هو لو فشلت محدش هيجي يقول لي انا فشلت لان انا ما عملتش اهداف اصلا. حاجه ثانيه، لو فاكر من كام يوم كان طلع خبر كده ان جنرال امريكا اللي هو كان اجتاح العراق، امريكا هتبعته دلوقتي او لو ما كانتش بعتته يعني وانا بصور الفيديو للصهاينه، فهو جه الراجل ده مخصوص بقى علشان العمليات اللي شبه دي. المشكله ان الكيان الصهيوني هينفذ اكتر من عمليه من ديت لتقسيم غزه، مش بس كده، لا هو ده قبل كل عمليه هيختار المدن اللي هيجتاحها وحرفيا هيبدها في الاول، سواء بقى صواريخ بري بحري ايا كان. وبعدين بقى بصراحه انا عندي سؤال بجد، يعني هي فين ايران؟ ما حد يبعت لها حاجه على الواتساب. ايران دي اللي كانت ولعت اصلا الحهر به وخلت الدنيا مقلوبه على بعض، هم فين دلوقتي يا جماعه بجد والله؟ فين هم من القذائف وفين هم من اللي بيحصل كل يوم؟ ولا شفنا حتى يعني صاروخ واحد طالع من هناك، ولا شفنا حد من عندهم طالع مسدس ميه حتى بيعمل اي حاجه ولا اي شكل، وقعد يقولوا بقى اول ما يحصل اجتياح بري احنا هندمر وهنعمل وهنكسر، ولا حتى شفنا بومب العيد. يعني انتوا فين؟ عشان بس تصدقوني اما اقول لكم، كلها مصالح شخصيه، واللي بيضيع فيها بجد مدنيين ما لهمش اي ذنب في اي حاجه. سؤال تاني بقى معلش، موسم الرياض ايه بقى؟ لا بجد والله خير، بس يعني مع كامل احترامي للشعب السعودي اللي هو اخواتنا طبعا، بس ليه عتاب كبير جدا 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 بصراحه. الواحد حاسس ان هو بيحلم يا جماعه، يعني لما شاف مظاهرات بعشرات الالاف في لندن بيبص كده الناحيه الثانيه لقى موسم الرياض الناس بترقص في السعوديه.
هو الواحد بيحلم ولا ده حقيقي بس علشان انا يعني مش فاهم؟ وعلى فكره مش علشان انا مصري والله، بس طب ما احنا عندنا يعني في مصر اجلنا مهرجان القاهره السينمائي، اجلنا مهرجان الجونه، اجلنا مهرجان الموسيقى العربيه، مع انه كان باب رزق ناس كتيره جدا على فكره يعني. بس هي اولويات يا جماعه، اولويات. مش بس مصر، سلطنه عمان الغت حفله اللي هو يوم المراه العمانيه عندهم تضامنا مع اخواتنا في فلسطين، فدي اقل حاجه ان احنا نقدمها يعني للناس. ففي النهايه ربنا ينصر مصر ودايما رايه مصر مرفوعه، وينصر اخواتنا الفلسطينيين، وشكرا لكم.